مراد، بدي أسألك سؤال. تفضلي. المحامي اللي أخذني لعنده شبه منيح ما هيك؟ هو محامي العيلة، وحتى أنه جانب يعرفه منيح. بعتذر، ضايقتك؟ ما كان لازم أذكر اسمه. لا مو مشكلة، عادي. برأيي لقصتك هو الأفضل، ما تقلقي أبدا. إيه ممتاز، لأنه ما بدي مشاكل وبتمنى أتطلق بسرعة منه. ما تاكلي هم فتون، إذا أنت خلص أخذي قرار الطلاق فرح تطلقي. تفضل. يلا. شو اتفقنا المساء؟ ايه اكيد. طلعي. لك ليكي، هي مانا مرته لجان تيكين؟ ايه والله هي. لك مو اليوم الصبح لسه كان عم يبكي كرمالها جان تيكين؟ والله زعلت عليه، حرام. مين هذا يلي معها؟ شو عم تعمل هالبنت هون؟ ما عم صدق، جان تيكين قاتل حاله كرمال هالفصعونة، وهي فايتة طالعة مع هاد. يلا خدي لها صورة بسرعة. ايه. يلا تفضلي. اوف، لشوف شو رح تعمل وقت تنزل الصورة على النت.